طيب يا أمين عمر، أمين عمر، أنا سمعت الاسم ده السنة اللي فاتت. أمين عمر، أمين عمر بيحكم لقائين من أصل 8 لنادي الزمالك، والموضوع زي ما قلت لحضراتكم زي ما أشدت، أنا عارف كويس قوي مش مسألة واحد، أنا في المطبخ بقالي كتير جدا، أنا ما اديش عقلي لحد غيري أبدا أبدا. لما أشدت محمد الصباحي أنا عارف كويس، والله عارف كويس، قلت لكم محمد الصباحي حكم يعني ياخد درجة أكتر من الإجادة مع مرتبة الشرف ومرتبة الشرف وإيه؟ اسمها مرتبة الشرف وإيه؟ الشرف، مرتبة الشرف، اللي معايا كمان مش عارف إيه. مع مرتبة امتياز مع مرتبة الشرف. ليه؟ امتياز مع مرتبة الشرف، ليه بقى؟ لأنه إدى بنالتي أو حسب بنالتي على الزمالك في الدقيقة كام؟ 92، وقلت لكم بالإحصائيات والأرقام الكلام ده ما بتشوفوش كتير. طالما الزمالك كسبان واحد أو متعادل أو خسران واحد الدقيقة تيجي 84 85 مش هتلاقي المنظر ده. أمين عمر النهاردة عامل واحدة كارثية، مصيبة مصيبة. أمين عمر اللي حكم مباراة بتروجيت، وأمين عمر اللي حكم مباراة النهاردة، اللي حسب بنالتي أنا معرفش يعني هو صح ولا غلط. الكرة الأولى اتحسبت حسن السندبيسي الراجل اللي حسبها ومتحمس قوي، هو كمان شايف التانية اللي على الزمالك، شايفها كويس قوي، هما الاتنين شايفها. لكن الوقت يا جماعة، عليك بالوقت، دي تتحسب ودي ما تتحسبش، دي تتحسب ودي ما تتحسبش، دي للمقاولين ودي للزمالك، دي تتحسب. يعني بصوا المسافة اللي ما بين ده وده، هي تقريبا نفس المسافة اللي ما بين ده وده، دي تتحسب ودي ما تتحسبش. طب انا عايز اقول لكم على حاجة، يعني عشان هو امين عمر هفكركم بواحدة السنة اللي فاتت برضو مع المقاولين العرب. امين عمر برضو، امين عمر مع المقاولين العرب، المقاولين العرب والزمالك، ده ممكن يبقى اللقاء مثلا ايه الرابع الخامس لامين عمر مع المقاولين العرب، ممكن. السنه اللي فاتت اتفضل، لا هاتها لي فيديو بقى، يعني هاتها لي صوت وصوره بقى، يعني خلينا نستمتع. الكره دي كانت احداثها اللقاء فيها 0-0 على استاد القاهره السنه اللي فاتت بجول لمحمد الشامي لاعب نادي الزمالك، كان في الدقيقه 41 او 42 من عمر اللقاء او الشوط الاول تحديدا. اللقطه دي لاحمد علي في الدقيقه 19 20 مع الونش، اوكي. الكره بنالتي، ما فيش اوضح من كده ولا يعني صراحه اكتر من كده. لكن هو امين عمر، امين عمر اللي في لقائنا مع مصر المقاصه الاهلي ومصر المقاصه في استاد السويس والنتيجه 2-1 لصالح المقاصه، ما ترددش لحظة في ضربة جزاء كانت صحيحة على فكرة. تعال بقى لحد انت بتحضر الفيديو مفيش مشكلة، ما ترددش لحظة على استاد السويس، كانت النتيجة 2-1 للأهلي ومصر المقاصة، ما ترددش لحظة في احتساب ضربة جزاء صحيحة على فكرة، بس هو كان في وضعية ما يشوفهاش، بس خدها بالإحساس، كان في وضع ما يشوفش ضربة الجزاء، بس هي صحيحة، جون أنطوي مع شريف إكرامي كانت صحيحة، وكانت النتيجة 2-1، لكن ما ترددش لحظة، والنتيجة كانت فرق واحد للمصري المقصة، أوكي، وبقت فرق 2، بقت 3-1، وبعد كده وليد أزارو جاب جون. لكن طول ما في تعادل موجود وأمين عمر موجود، تمام، لا يمكن هيحسب بنالتي، أو في فرق هدف وأمين عمر موجود لا يمكن هيحسب هدف. الأمر ده ليه؟ الأمر ده النهاردة نادي الزمالك مثلا لعب 8 مباريات، أنا بقول كده عشان فكرة إن الزمالك مظلوم تحكيميًا على مدار تاريخه تطلع خلاص من الدماغ، تطلع نهائي من الدماغ. إحنا لعبنا النهارده 8 مباريات، تمام؟ المباراة الأولى كانت بتروجيت انتهت 0-0، المباراة الثانية كان في بينالتي لكهربا مالوش علاقة بالبينالتي في ماتش الاتحاد، وبعد كده المباراة الثالثة كان ممكن يبقى في مباراة إنبي كان في بينالتي على جنش ما اتحسبش، كان محمد معروف عادي جدا مفيش مشكلة، وبعد كده في مباراة سموحة في صورة، لو أنتوا بتحسبوا الكلام ده، طب هات الصورة اللي كانت في سموحة،
لو انت بتحسب الكره اللي هي بتيجي في لمسه اليد ولا حاجه، وعشان تحتسب ركله جزاء لمسه يد حاجه من اتنين، يا الكره كبرت الجسم يعني جسمك او ايدك التشريحيه كده يعني طالعه لبره، دي انا في رايي الشخصي ما تتحسبش، في رايي الشخص انا ما تتحسبش. لكن هات التانيه بقى اللي اتحسبت النهارده، اللي اتحسبت النهارده، لا العب معايا يا سمير والنبي بسرعه، دي تتحسب، الاتنين التانيين ما يتحسبوش. يا ربي يا الله يا الله يا الله يا الله. طيب عشان تكمل الصوره عند امين عمر، خلي بالكم بس احنا لو عندنا حقوق هبين لكم امين عمر واقف فين. دي المشكله ان هو ممكن ما يبقاش ما شايفها، ولا حسن السندبيسي الله يا ريت الصوره تبقى معانا، بس ارجع لي كده. انا نفسي ان شاء الرحمن كل المتابعين والمحللين اللي موجودين يشوفوا حسن السندبيسي الحكم الخامس اللي فضل خامس 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 او رابع خامس يعني، ويعني انت مش هتخش الملعب ابدا وانت كده، صعب جدا يعني تشوف الاولى وما تشوفش الثانيه. نفسي لما تتفرجوا عليها تشوفوا امين عمر واقف كده بالظبط، امين عمر هنا والسندبيسي هنا، انا هنا وهو هنا، يعني فؤاد هنا والمهندس هنا، ومخدوش يا بابا، مخدوش يا بابا، مش هحسبها يا بابا، مش هحسبها يا بابا، والراجل هنا. الصوره لو انتوا عندكم التحليل، والله ما بهزر، الكره هنا يا راجل، حسبت الاولى طب احسب الثانيه، يعني حسبت اللقطه الاولى طب احسب الثانيه. بس ده عشان امين عمر، لان انا عارف كويس جدا امين عمر اللي تغاضى عن ثلاث رغلات جزاء في موسم 2014 2015 اللي فقد فيه الاهلي وام بثلاث ضربات جزاء، اثنين لعماد متعب واحد لوليد سليمان. شوفوا اللي جايه دي بتاعت السنه اللي فاتت، بس احنا ما بننساش، احنا لا عندنا ذاكره سمك ولا ذاكره الدبان، يعني اللي هي كل 10 ثواني تقعد تعمل فيها كده. اطلع يا عم بالفيديو كده، وعايزكم تشوفوا امين عمر فين. اتفضل يا باشا. نبدا كده المباراه بحاله نقف نتناقش فيها شويه ونشوف هنا في حاله سقوط للاعب. عيد بقى يا باشا وكل من الاتجاهات وشوف لي امين عمر بالله عليكم فين. كمل يا باشا كمل. كمل بقى كمل. سيبها براحتها خالص. ماشي كمل. لا كمل. لا مش عايز اتكلم، انا عايز الناس تتفرج بس، تتمزج من امين عمر. بصوا فين امين عمر، بصوا بس. بص فين؟ يا ريت بقى والنبي ترجع، الله يخليك ارجع لي كده، تنفع؟ ينفع؟ 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 كمل بس كده، كمل بقى كمل. لابس احمر، ده امين عمر. يعني ده امين عمر. ده امين عمر، بص الوضع فين؟ وضعه فين؟ زاوية الرؤية فين؟ ما تتحسبش عشان النتيجة 0-0. النتيجة 0-0. تمام؟ طول ال 90 دقيقة هتلاقوه نموذج طول التسعين، تعالى بقى طول التسعين دقيقة هتلاقي نموذج، مفيش ولا غلطة، حاجات داخلية مش عارف ايه، حاجات كده صغيرة وبتاع ما تبصلهاش. يعني النهاردة مثلا طارق حمدي يضرب الواد اللي بره مش مشكلة، يعني مش هتفرق، مش دي الأساس. لكن طول التسعين دقيقة هتلاقي نموذج، لكن اللقطات اللي فيها يعني حاجة حاسمة أو ممكن يبقى فيها ردة فعل أو فيها يعني كلام يعني لا قدر الله يتحسب بينالتي ويجي منها جون والماتش يتعرب، لا 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 ما ينفعش. طيب عايز اطرد حته الاهلي بيكسب الحكام او الزمالك بيكسب بالحكام، مش عايز اطردها من دماغكم، يعني عايز اطردها من دماغكم الاثنين، عشان السنين اللي فاتت ما حدش يقعد يقول لك يعني الزمالك مظلوم تحكيميا مظلوم. طب احنا لعبنا السنه دي على ارض الواقع 8 مباريات، مباراه المقصه اعرض يا عم الصوره، كل تسلل في مباراه المقصه، الهدف تسلل. اوكي الهدف الثاني بقى اللي كان، او في مباراه امبي بتاع جنش، لو عندك الصوره ما وصلتش. ماشي يا سيدي. اوكي انا مش زعلان ولا متضايق، مفيش مشكله، ودي اخطاء يعني تبقى في كرة القدم واردة. انا بقول ان البنالتي اللي على المقاولين مش بنالتي خالص، بقول كده يعني عشان تتحسب ضربة جزاء، يا اما الايد
بتكبر الجسم. يعني ايه بتكبر الجسم؟ جسمك مش بيتخن يعني، لكن المساحه بتاعت جسمك بتبقى عامله كده مثلا، اوكي؟ فكده اكنك الجسم كبر. او المسافه التقديريه اللي ما بين الخصم والمنافس واللاعب يعني ما تسمحش ان انت تغير وضع التشريح بتاع جسمك. ومحدش يقول اصل الراجل ايده مفروده ليه؟ لان انت بتلعب على الكره الثانيه كسونج، ما بتلعبش على الاولى اللي هو النجاز. النجاز لما رفع دي لعبه اولى، لكن اللعبه الثانيه كسونج وهو بيشترك بقت لعبه ثانيه، فالراجل بيلتحم معاه عادي جدا، مفيش مشكله، ما تتحسبش ابدا. الغريب في الثانيه بقى، شوفوا بس نظر تركيز قوي بتاع حسن السندبيسي وكابتن امين عمر. انا هقف يعني هقعد، مش هقف دقيقه صمت او دقيقه احداد، مش هعمل كده، مش هقوم واقف دقيقه احداد كده، دقيقه احداد كده. سموها بقى يعني، سموها لحظه صمت، سموها نص دقيقه احداد، 20 دقيقه احداد. يلا يا باشا اهو. بس اوكي، مفيش مشكله، مفيش مشكله بالانجليزي، ومفيش مشكله بالعربي، ومفيش مشكله بالفرنساوي. قال له اكتر حاجه عجبتك في فرنسا ايه؟ قال له اكتر حاجه لفت انتباهي في فرنسا ان كلهم بيتكلموا فرنساوي حتى العيال الصغير. ماشي يا سيدي، اوكي، ما عنديش حاجه اقولها بقى تانية، خلاص نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا النهارده في ملعب الاهلي، كابتن ماهر همام وكابتن اسامه حسني وكابتن احمد بلال.